نشاب المعي تتكلم على الاقتصاد الإنساني. طبعا موضوع جديد قد يكون ناس اتكلموا فيه قبل كده، لكن بالنسبة لنا احنا في العمل الإنساني هو موضوع جديد احنا نحاول نناقشه. نناقش هذا الموضوع مع صاحب الفكرة على مستوى اللي هو الدولي، على مستوى البنوك، على مستوى الأسواق، على مستوى الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى البنك الدولي إلى آخره، والسلوك الاجتماعي اللي عندنا. احنا هنناقش بقى، هننزل تحت في منظومة أخرى عشان تكمل الرؤية اللي وضعها أخونا. أول حاجة لابد أن ننظر لهذه الكلمة اقتصاد إنساني، إن احنا عندنا بنضع لها استراتيجية. استراتيجية تتحول إلى منظومة، يعني نظام سيستم. المنظومة يتحول إلى مسيرة، يعني خريطة عمل، والمسيرة تحقق الهدف. يعني الكلمة بتاعت الاقتصاد الإنساني دي استراتيجية. ايه المنظومة اللي هنحطها علشان نبنيها، وايه المسيرة اللي احنا هنمشي فيها علشان نحقق هدف بناء الاقتصاد الإنساني؟ دي اول مدخل او اول سؤال لابد نسأل نفسنا فيه. النقطة الثانية عايزين نتكلم فيها ونبدأ فيها، ان هدفنا الاول في العمل الإنساني او العمل الاجتماعي هو الطفل وليس الرجل والمرأة. من اول ما نبدأ مع الطفل الاول خالص، ها، فنبدأ في هذا بالتعليم والثقافة وبناء الوعي والمعرفة الذهنية والذاكرة المؤسسية اللي هي الحكواتية. عارف لما جدتي وجدتك كانوا بيقعدوا مع بعض بيقولوا حواديت لينا، ها، جدك عمل ايه وجد جدك عمل ايه والملك عمل ايه والشاطر حسن وست الحسن والجمال وابو زيد الهلالي، دي اللي هي الحكواتيات اللي هي احنا نعتقد انها خرافات لكنها بتصيغ شخصية الطفل من منذ ولادته، الدين، العقيدة، الثقافة الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى احنا بنبدأ، ها، مع الطفل. لو بدأنا نطبق النظرية أو الفكرة بتاعة أخونا على إنها نناقشها مع المخمخين اللي في سني أنا، هيجادلوك كتير جدا، لكن أنت ممكن تتناقش معهم عشان تنقح الفكرة، لكن لما تيجي تنفذها نبدأ فيها على الطفل. ده إحنا عندنا أغلب اللي إحنا بنشتغل معاهم في الميدان أيتام وأرامل، فأنا هاخد اليتيم ويكون هدفي إني بعد 20 سنة هو هيكون الهدف بتاعي اللي انا اريد ان احقق من خلاله الاقتصاد الانساني. يبقى التعليم هيكون مركزية، اللي هي ايه؟ يفهم هذا الاقتصاد الانساني من وجهة نظري انا على قاعدتين من التعليم. القاعدة الاولى هي تعليم الطفل، ها، في الفهم والمعرفة والوعي والتمكين ثم التمليك. اخذ الطفل ده معايا. التعليم الاخر هيكون تعليم المانح، وده الاصعب، لان المانح عندنا مانح تقليدي بيعطي اغلب ماله للكوارث، فيضانات والاغتصابات والحرائق واللجوء والنزوح، زي ما كنا عايز يراجع كلمة نازح وكلمة لاجئ مؤخرا، المهاجرين. فده لازم نعلمه، هياخد وقت اصعب من تعليم الطفل. عندك التعليم تعليمين يعني متوازيين، مش كل المانحين اللي هم من عامة الناس هيستطيعوا يقتنعوا بسرعة بفكرة استراتيجية لتغيير الأجيال القادمة أو فكر الأجيال القادمة. فأنا بشتغل مع الطفل من جهة في التعليم، وبشتغل مع المانح من جهة أخرى في التعليم والتثقيف، لأن في الآخر عايز نرفع الوعي عشان أحول جزء كبير من مال المانح التقليدي إلى هذا المشروع الاستراتيجي. أنواع التعليم للأطفال، في التعليم التقليدي اللي احنا كنا عارفينه، ابتدائي وثانوي وإعدادي وكذا وكذا وجامعة، بياخد له 20 سنة، وده مكلف جدا. وفي تعليم آخر اللي هو التعليم المهني الحرفي، تعليم المواهب، اكتشف المواهب بتاعة الأطفال، واخد بالك، التعليم التجريبي
من أول يوم ما نزله يجرب في الشارع سواء كان في الأسواق إلى آخر. لكن أساس التعليم هنا في الأربع محاور دول إن أنا لابد التعليم الأولي الابتدائي يمر فيه الطفل حتى لو ما كملش في التعليم التقليدي الحكومي اللي بيوصله للجامعة فيما بعد. بمعنى إيه؟ 6 سنوات الأولى دول لابد الطفل يعرف القراءة أو الكتابة وياخد الإيه المنهجية الأولى في لها من الكلمة. في أطفال ما بيحبوش التعليم. أنا عطيم في التعليم مواد الأطفال ما بتحبهاش، 10-15 مادة، والطفل ده بيحب مادة ولا مادتين. فلابد أنا في نهاية التعليم الأول ده أفهم شخصية الطفل، ثم أفهم مع ذلك رغبة الطفل في التعلم في مادة. أنا بديله 10 مواد بيتميز في مادتين، فبوصفه إزاي؟ ده حمار، ده غبي. لا هو مش غبي، هو بيحب الحساب، هتديله الحساب هيطلع عالم، هتديله الجغرافيا هيطلع عالم، هتديله الشعر هيطلع عالم، هتديله الدراما هيطلع عالم، هتديله الفن هيطلع سابق كل الحاجات دي كلها. بس انت بتحشيه، عامله زي المحشي الكوسة او القرع اللي احنا بنحشيها. لا ما ينفعش، لازم انا رغبتي في التعليم. اذكر هنا دايما بذكرها في كيف بدأ الازهر في التعليم، كان حرية الطالب في اختيار الوقت والمادة والشيخ. شيخ العمود ده كان بيقعد من الفجر لغاية صلاة العشاء. انا كطالب، انا ابويا اتخرج من الازهر من الجيل ده، انا كطالب في الازهر عايز اخد الدرس بتاعي بعد صلاة الفجر، برتاح انا بعد صلاة الظهر او قبل صلاة الظهر عن صلاة العصر، وعايز للشيخ ده مش للشيخ ده. فحرية اختيار المادة وحرية اختيار الوقت كان عند الطالب نفسه. فدي احنا بعد ما تقدمنا وعملنا نفسنا متقدمين وكذا وكذا وكذا، بنجبر الطالب يتعلم مواد مش عايزها، يخش في غرفة مغلقة مقفولة 4 جدران مع مدرس ولا مؤاخذة بيكرهه. شفت قد ايه احنا بنكبت ملكات الأطفال، بنكبت ملكات الأطفال، لأن احنا خرجنا من التعليم اللي هو المنفتح الأزهري اللي احنا وصمناه بالرجعية والتخلف وكذا وكذا وكذا، إلى تعليم أكبر تخلف داخل غرف مغلقة. فكبلت كأنك أنت ساجن الطفل ها في غرفة شكلها حلو، سجن حلو فما يبدعوش. لما كنا بنشوف التعليم أيام ما كان في دولة مترامية الأطراف، الناس تمشي من الأندلس للمغرب للجزائر لتونس حاليا يعني كانش حاجات دي الأسماء ما كانش كده، لمصر اللي تيجي هنا العراق والصحراء وتيجي سوريا وكذا. في حرية في التنقل وحرية في تلقي العلم والمعرفة، وده اللي كنا بنلاقيه في اللي هم تلامذة الفقهاء الكبار والمدارس الفقهية الكبيرة، كيف خرجت أجيال فيما بعد استطاعت من خلال التنقل وسهولة الحركة والتنوع في التلقي في العلم إلى أنها تنشئ هذه الثقافات وهذه الحضارات وهذه النهضات. ده بالنسبة للتعليم. نرجع مدة البرنامج بتاع حضرتك أو التعقلها مش هيقل عن 20 سنة من ناحية المجتمعية، لأن أنا حطيت لي هدف من أول هو الطفل، هدف من أول هو الطفل، هدف من أول هو الطفل. أنا فاهم، هدف من أول هو الطفل. فأنا عايز الطفل ده يطلع بعد كده وزير، يطلع بعد كده رئيس، يطلع بعد كده اقتصادي. ده من الناحية التعليمية. من الناحية الأخرى عشان عم نتكلم على الاقتصاد، ان انا بانشئ الاقتصاد المحلي اللي هو الشعبي اللي هو يجعل من كل اسره قادره على الانتاج. وفي السوق المحلي الشعبي ده بانزل الاطفال اللي هم مش عايزين يكملوا في التعليم الجامعي وكذا وكذا، بعد سن لما يكبروا يعني خلاص التعليم الابتدائي يبتدوا يمارسوا التجاره او الزراعه او الصناعه او الحرفيه الى اخره.
خلق الأسواق الشعبية والاهتمام بها هو أساس الاقتصاد، لأن أنا بحول كل فرد في الأسرة إلى فرد منتج. يعني لو احنا اتكلمنا، وده كان معركة كبيرة جدا ما زلنا احنا بنحارب فيها مع السوريين والثمانية مليون أو سبعة مليون النازح اللي هم مهاجرين في الداخل، عشان بس المصطلح بتاع أخونا، والستة مليون اللي هم مهاجرين في الخارج اللي هم بيسميهم الأمم المتحدة النازحين ولاجئين. ديزني عندها كفاءات ممكن تنتج من النهاردة مش من بكرة، مش محتاجين انك تعلمهم، مش محتاجين انك توجههم. اللي جوه عارفين الاراضي اللي هم واقفين عليها، واللي بره ممكن يبدعوا. فانت اعطي الفرصه، كما كان بعض الشباب بيقولوا اعطيني الشبكه. انا لا، انا مش هقول لك كده، دلني على السوق زي ما كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول. مش هقول لك كده بردك، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الغطره بتاعته وقال ها مين يشتريها، 3 درهم للشاب اللي كان عايز ايه ياخد الزكاه، قال له درهم تشتري بيه الفأس او المعول، ودرهم للحبل، ودرهم تطعم بيه اهلك، وتجيني بعد كده. احنا كلنا ماشيين ورا السمكه، حلوه السمكه وحلوه الشبكه، بس انا بحب النبي وحمشي ورا النبي. صليتوا عليه؟ عجبكوا؟ ما عجبكوش؟ عجبنا انا مش كده؟ واخد بالك؟ فالتلات دراهم حد خرجوا من الايه، من الغطره. نفس الموضوع عمله سيدنا عمرو بن الخطاب لما جاله شاب قوي وحب ياخد الزكاه، اداله اموال كتيره، واحد تاني اداله يدوبك الزكاه. قال له طب وليه ده اكتر من ده؟ قال له ده هيجي السنه الجايه هيجيب لي الزكاه بتاعته. ودي فرصه المؤمن. ازاي تعرف ان محمود ولا محمد ولا علي ولا جون ولا جورج ولا اي حد هيكون من خلال رؤيتك لكلامه والبودي لانجوج بتاعته وحركاته هيقدر ياخد العشرة او العشرين او الخمسين دينار دول ويحولهم لايه؟ يحولهم لمشروع. في بعض الدول يا شباب مش محتاجين لمية دولار لأسرة، بس 100 دولار اللي احنا بنسميها كام؟ 30 دينار لأسرة، عشان تعمل حاجة وتنزل بيها السوق وتدور ال 30 دينار ولا ال 20 دينار، في ناس برضك محتاجة 5 دينار، وفي ناس محتاجة 10 دينار. فبناء الاقتصاد الأسري هو جزء كبير جدا من بناء اقتصاد الإنسان. أخونا اتكلم عن اقتصاد إنساني، أيوه، لأن ده مرتبط فقط بالعمل الإنساني، لأن في حركة مال غير عادية. مليارات رايحة جاية من الشعوب، ومليارات رايحة جاية موجهة من الحكومات والمؤسسات الدولية، صح؟ فده من الانخراط بتاع الفكرة الأساسية. لكن في اقتصاد الإنسان اللي هو موجود في كل مكان وزمان، يعني بنتكلم عنه ازاي ان الطفل ده بعد 20 سنة هيكون هو القادر على بناء اقتصاد وطنه. ففي الأربع أو الخمس نقاط اللي احنا اتكلمنا عنهم دول، ده فكرتي التكميلية للفكرة الأساسية بتاعت اللي اتكلم عنها اخونا. احنا اتكلمنا عن دي الاسواق الشعبيه. غير الاسواق الشعبيه في حاجه مهمه جدا، يبقى احنا قلنا التعليم بنوع انواعه، قلنا الاسواق الشعبيه، حريه انتقال المنتج. في بعض الدول تمنع، وده انا كنت بضرب المثل ده لما رحت العراق في 96، كان ممنوع نقل الايه المنتجات من بغداد للبصرة الا بتصريح الحكومة. فمعناها اي منتج ليك هتزرع الارض مش هتعرف تنقلها، هترمي الايه المحصول في الايه في عندك مش محتاجه. في بعض الدول ما زال ماشية بنفس الطريقة، وده غلط. لن ايه يتحسن الانتاج، ولن يقوى الاقتصاد بانعزاله على مستوى الوطن. المحافظة دي ما حدش يخرج منها، لا يخرج منها لا الرز ولا القمح ولا الشعير ولا الذرة ولا اللبن ولا الجبنة ولا أي حاجة، خلاص ما هتزيد. هيودوها فين؟ الفلاح مش هينتج، الصانع مش هينتج. يبقى حرية انتقال المنتجات من منطقة لأخرى. حماية السوق المحلي من الاستيراد. أنا عندي منتج محلي في أول 5 سنين هيبقى غالي، هتقولي لا هات المنتج اللي من البلد دي،
انا من بلد دي انا لازم احمي الاقتصاد بتاعي، زي الحرب داخل بين دول الاتحاد الاوروبي على اللحمه وعلى اللبن. كنت انتوا تشوفوا في المظاهرات في فرنسا بالذات يعني، وقفل منع دخول المواد اللي هي المنتجات الزراعيه والحيوانيه من بريطانيا، لان في دعم اكتر من الحكومه البريطانيه، فبتخفض سعر الماده اللي هتخش فرنسا، بالرغم انهم كلهم في اتحاد واحد. الكلام ده كان من 5 سنين او 10 سنين. الامر الثالث، لان لابد دائما الدوله او المجتمع يستمر في بناء الانتماء الوطني للفرد، والانتماء الوطني للفرد الايه؟ الانتماء الوطني الانتماء المجتمعي للفرد نفسه. انا منتمي، يعني مثلا حاجه من الحاجات الجميله جدا لما حصلت في طبعا الحادثه مش جميله، لكن الشعب كان جميل، لما حصل الغزو بتاع صدام حسين في الكويت من 25 سنه او كم سنه يعني، وبالك كتير جدا من الكويت هنا رفضوا، لا ورفضوا كمان ان هم يضغط عليهم من القوى الايه اللي هي دخلت، الجيوش اللي دخلت هنا. فده انتماء مجتمعي وانتماء وطني، وماتوا لا لن ننتمي لهذا الايه الغازي. فالانتماء ده بيظهر في مفاصل المفارق بتاعت التاريخ في داخل الدوله. في ناس بتبيع وفي ناس ما بتبيعش. كان مصر هنا واضح جدا جدا في الكويت انهم رفضوا، واحد الامراء او كذا استشهد، مش فاكر اسمه ايه يعني، اللي كان بيحارب. فما ننظر لمثل هذه الامور اللي هو النقطه الثالثه اللي هي حمايه بناء الانتماء الوطني ورفع الوعي المجتمعي. ابدا لا هنعرف ننمي اقتصاد الانسان او نبني الاقتصاد الانساني من غير ما نعمل رفع الوعي دي. ودي مسيره. يبقى هنرجع بقى للنقطه الاولانيه خالص، استراتيجيه، منظومه، مسيره، هدف، مراجعه. 5 خطوات: استراتيجيه، منظومه، مسيره، هدف، مراجعه. لازم نراجع، وبعد ما نراجع هنعمل استراتيجيه، ها، منظومه، مسيره، ها، وهدف، وهنراجع تاني. اوعى ما نراجعش. بنبني مسيره بناء الاقتصاد الانساني او بناء اقتصاد الانسان على الـ5 دول. عندك استراتيجيه تحولها لمنظومه، بتحط لها خريطه الطريق، وبعدين بتحقق الهدف، وبعدين بتراجع. وكل ما تراجع تغير الاستراتيجيه، كل ما تراجع تغير الاستراتيجيه، كل ما تراجع تغير الاستراتيجيه. فاللي انا بنتكلم فيه بيكمل تماما فكره التكنولوجيا وفكره اللي هو غزو الاسواق، اللي هو او سوق يعني اللي هو الاوبن ماركت بوليسي، اللي هو سياسه الانفتاح التجاري. ها اسمها ايه؟ التجاره الحره. دي مدمره للمجتمعات الصغيره. يعني لما بدا يفكروا فيها من 20 من 30 سنه تقريبا او اكثر، دمرت الراجل اللي بيبيع الحلابسه والشاي في الشارع والصميت. طب هيعمل ازاي اذا كانت ستاربكس ومش عارف ايه بيعملوا كل حاجه ويجيبوها لك؟ الارض بور بقت بور، فلاح ما بيزرعش، ما بيجيبش لبن من البقره والجاموسه، ما بيبيعش خرفان. طب ما بيجيبوا الخروف بيكلفك $200، ها انت بتجيبه من بره 20 50 دولار. لابد يكون في وقفه لحمايه الاقتصاد على الاقل من الحكومه 10 سنين لغايه ما الاقتصاد ده يصبح المنتج يكون جيد، ويصبح الفلاح ده او المزارع او الى اخره قادر على التصدير بسعر ارخص. ليه؟ لان انا استثمرت فيه، استثمرت في ارضه، استثمرت في صنعته، استثمرت في تجارته، وهنا فليتنافس المتنافسون. لكن اللي حاصل دلوقتي في استعمار انساني واستعمار اقتصادي يختلف عن الاستعمار العسكري اللي كان في الماضي. الاستعمار الانساني هو فرض ثقافه المنح على المستفيد، سواء كان هذا مانح من هذه الخلفيه الثقافيه او الخلفيه الفكريه او الخلفيه العقديه، كلنا متساويين فيها، سواء كنا مسلمين او غير مسلمين. الاستعمار الاقتصادي اللي هو الايه؟ لسياسه السوق المنفتح. دمر بلاد كامله زراعه فيها ما بيزرعوش، قال لك انا ازرع ليه؟ لان تكلفه الزراعه اللي عندي ارخص بكتير جدا ما نجيب ايه؟ طن القمح ولا الشعير من الصين ولا من امريكا ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا. ولو شفنا احنا ك
كمية الأراضي الزراعية اللي موجودة في دولة أو دولتين عربيتين يعني تصدمك، إنها قادرة على إطعام عشرات أو مئات الملايين. لكن سياسة السوق المنفرح دي هي دمرت الزراعة المحلية ودمرت الاقتصاد الوطني المحلي، لكي تستطيع بعض الشركات العملاقة أو بعض الدول الكبرى تستطيع أنها تتحكم في السوق المحلي اللي احنا بنتكلمه. أنا مش هطول عن كده، بس أنا أردت أن أكمل الصورة اللي أستاذنا الجليل اتكلم عنها في حكاية اللي هو البنوك تحويل الأموال، وده هنا هيبعدك شوية عن سياسة الحرب على الإرهاب. سياسة الحرب على الإرهاب بتقيد أو تقود، تقيد وتقود وتمنع خروج المال من بلد إلى بلد، لكن من الاقتصاد المحلي مش هيقدر يخش فيه. إن أنا بتاجر مع المدينة اللي جنبي، بتاجر مع القرية اللي جنبي، بتاجر مع التاجر اللي جنبي، إلى أن تصبح قوة اقتصادية أستطيع أن أفرض صوتي على سياسة الإرهاب وسياسة حرب الحرب على الإرهاب وإلى آخره إلى آخره. أنا هقف لو كان في بعض الأسئلة. غسيل الأموال بالنسبة للبنوك، غسيل الأموال بالنسبة للبنوك بيخش فيه محورين، محور حكومي وبيخش فيه محور مجتمعي. المحور الحكومي لابد هو يضع السياسات والتشريعات لكي يمنع غسيل الأموال في مدن معينة. أنا كنت مرة باخد فطار مع السفير البريطاني في بنما، بنما اللي هي بتاعت نورييجا اللي هي في سنترال في أمريكا الوسطى، فقال لي كده بمنتهى الصراحة، قال لي هنا غسيل أموال، كلها غسيل، شراب وجزمة وبنطلون وملابس داخلية، غسيل، دعارة غسيل، حشيش غسيل، سلاح غسيل، كله غسيل. في بعض المدن كده في العالم معروفة بأنها معمولة غسيل الأموال، ودي المشكلة مع التشريعات الحكومية. الأمر الثاني اللي احنا ممكن نقوي فيه اللي هو أمر المجتمع المدني. لو المجتمع المدني تنفس وأصبح عنده حرية في كل الدول اللي بنتكلم عنها دي، هيكون هو أيضا رقيب على غسيل الأموال، لأنه هيعرف أن أنا تاجر بغسل أموالي، أنا تاجر مثلا في المخدرات أو تاجر في الدعارة أو تاجر في اللي هو في السلاح أو إلى آخره غير شيء. فلكن بغطيها بحبة حاجات حلوة كده، أعمل لي مستشفى زي الأفلام المصرية اللي احنا شفناها زمان قبل كده، وتلاقيه في الآخر هو فنكوش. مين اللي حيقدر يكشفه ده؟ اللي قاعد على الارض جنبه. لا، لابد اديله الحريه لكي يكتشف هؤلاء الفسده اللي بيفسدوا الاقتصاد بتاع الوطن والدوله اللي احنا كلنا عايشين فيها وكلنا بناخد من خيرها. ده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، المؤسسات الدوليه، حتى لو اختلفنا مع بعض المؤسسات الدوليه الكبرى اللي في الخارج، الا ان دي المؤسسات الدوليه فيها جهات مراقبه، فلا بد ان انا اطلع التقارير بتاعتي. والحاجة اللي احنا ضعاف جدا فيها 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 جدا اللي هو البحث القائم على المعرفة، ها، اللي بيكتشف لك الأسباب والحلول. نمرة اتنين اللي هي المناصرة اللي هو اللوبينج. نمرة تلاتة ان احنا غير قادرين على إيصال معلوماتنا للمؤسسات الدولية الكبيرة عشان تقف معنا. نمرة اربعة، ما بنعرفش نعمل تحالفات مع بعض. نتكلمنا عن ايه؟ كلمنا عن المجتمع المدني في الداخل، كلمنا عن الحكومات والمؤسسات الدولية. بعدين دورنا بقى ضعف دورنا في ايه؟ ان احنا لا نؤمن بالبحث، لا نؤمن بحاجة اسمها مناصرة اللي هي ادفوكاسي، ان ربنا سبحانه وتعالى قالنا في القرآن ايه؟ ولا يحض على طعام المسكين. دي مناصرة، دي ادفوكاسي في ثلاث سور فقط، سورة الفجر وسورة الحق اعتقد وسورة المعون. ولا يحض كالذي يكذب بيوم الدين، اللي هو الحض، اللي هو إشاعة حاجة الفقير والمسكين والمظلوم إلى آخره إلى آخره. يبقى الحظ والبحث وبناء الشراكات وبناء التكتلات، دول اللي هيكملوا علشان غسيل الأموال، دول اللي هيكملوا علشان الضغط على سياسة الإرهاب اللي بتمنع إيصال المال لمستحقيه، وتنشئ من خلفها أو تبرز أو تنمي من خلفها، ها، المال اللي هو السايب، المال اللي بيقع في الايادي المشبوه. ده بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك. وقد يحد من الكوارث، لان انا لما كنت بالعمل الاقتصادي، العمل الاقتصادي يقوم على احصائيات
نعم. فلما أشوف الإحصائيات فأنا قاعد أتنبأ في المستقبل. جزاك الله. كانت طبعاً عن طريق الإحصائيات أتنبأ في المستقبل في كي أحط الحلول الكفيلة لمنع الحدوث. جزاك الله. ده البحث. بحث العلمي. كان في كلمة أنا بعتها امبارح مش فاكر الرفعي أو حاجة يعني أقول لك بس جميلة جداً. قال 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 إيه في القال. قال السارق مذنب لكن بينتهي بإقامة العقوبة عليه. لكن اللي بيغش في الامتحان أشد إجراما. ليه؟ لأنه هيطلع واخد الدرجات العليا. هيطلع جاهل فاسد معلم. أستاذ جاهل وفاسد ومعلم. وقاتل. ده هيترتب عليه بقى إيه؟ كل اللي حضرتك بتتكلم عنه. جيل هيضيع. جيل هيضيع هيعتمد على الكذب والغش والمراءة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني جريمة السارق أشد أهون من جريمة الغاش في الامتحان. بقى المسيرة كلها هتبقى باطلة. المنظومة كلها هتبقى باطلة. الهدف هيبقى باطل. الاستراتيجية هتبقى باطلة. ده بس الولد لو ربناه على أنه يغش في الامتحان عشان إيه ينجح ويطلع السنة اللي بعدها. فضلوا أي أسئلة. تفضل. حتى بالنسبة لبناء الاقتصاد خمس نقاط الاستراتيجية والمنظومة المسيرة والهدف والمراجعة. أنا شايف في نقطة مهمة جدا. تفضل. احنا يعني نفتخر إليها جدا في العمل الخير وعمل الإنسان اللي هي المتابعة اللي هي ما قبل المراجعة. يعني دائما احنا يعني الراجع معناه بعد ما خلصنا. صح صح. طب وقبل ما أصبت. أصبت. أنا أحيي لك إجلالا وتقديرا. أنا أخطأت. لا مو أحكي الأخطاء. يا عم مش مشكلة خلاص أنا أخطأت أنت مالك أنت. الله في كلمة هدف خليها آلية عمل يبقى تبقى خمسة كمان. لما يجريش حاجة بس أنت هو بيفصل ليه علشان السامع يقول لا ده أنا عايز أتابع لا ده أنا عايز أراقب لا ده أنا عايز أحدد وأطر إلى آخره. يعني حتى في زيارات العمل الميدانية وكده بنشوف بعد ما بنوصل نلاقي المشروع حصل فيه مشكله. ايه السبب؟ ما تبعناش في النص. ايوه نعم. طب حصل مشكله خلصنا تمام. في نقطه حتى الثاني قلت البدايه من الطفوله او البدايه مع الطفل. ماشي. انا ارى ان لابد ام الطفل قبل الطفل. جزاكم الله خير. لان الام هي الربيه. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب العراقي. مهما علمنا في الطفل وتيجي الام عندها فكر غير او شيء غير وزي ما قالوا بكده اليد التي مش عارف ايه هي التي تهز المهد هي التي تحكم في العرش او نعم صح. انا بس على النقطه دي. نعم. اهم مؤسسه مجتمع مدني في اي وطن هي الاسره. نعم. اللي هي منها الام. نعم. اهم مؤسسه ودي اللي احنا ساعات ودي احنا دلوقتي للاسف شايفين ان نسب الطلاق عند في الأسر الحديثة في الأمة العربية أو إلى آخره عالية جدا. لكن أهلا من غير أسرة ما عندكش مجتمع مدني ما عندكش شعب ما عندكش وطن. تفضل. النقطة الثالثة أنا أقول لك حتى بالنسبة لموضوع مؤسسات المجتمع المدني أنا شايف الأيام دي بالذات أو خلال 10-15 سنة الأخيرة أصبح المناخ مناسب جدا إنها تلعب دور أكبر. أيوة. لدرجة إن الحين يعتبروها القطاع الثالث. نعم. وبدأت تنشأ مدارس أو يعني تخصصات تخصصات يعني في العمل الإنسان. فيمكن أنا اختلفت مع أبو عبد الله في رحنا بالظروف بس ما حبيتش أعلق عليها إلا لما يجي معادها موضوع إن العمل الخير الحين يعني كأننا شيء روتيني. لا أنا شايف إن إحنا لنا 25 سنة في العمل الخيري تنقصنا من أول ما بدأنا الآن. لا في تطوير وفي 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 واتفق معاه في نقطه انا مش استنى انه كل شيء استاذن عشان اعمله. يعني يمكن اصلا هو مش واخد باله مني. انا اعمل وانجز واعتبره هو مش موجود واذا جه معاد التصادم يبقى بقى كويس مش زي ما بيقولوا ايه
اوعى تدخل مكان ده فيه مش عارف ايه البعبع البعبع ولا في بعبع ولا في شيء. نعم. احنا اللي عاملين البعبع لنفسنا. فده بس باختصار. طيب يبقى احنا بنتكلم عن المجتمع المدني. لابد احنا بنتكلم عن المجتمع المدني نحدد الجغرافيات بتاعت فعاليات وقوة المجتمع المدني. انا مش هتكلم فيها بالتفصيل علشان ما نخشش في زي ما تقول تسييس بعض الكلام، الا ان انا هضرب مثل بدولة زي بريطانيا فيها اكثر من 160 الف جمعية خيرية تعمل في الداخل والخارج. ميزانية هذه الجمعيات تساوي 74 مليار جنيه استرليني اللي بينفقها الشعب على الجمعيات مش الحكومة. كم عدد الدكتور؟ 160 ألف، وبعدين عدد الميزانية حوالي 74 مليار جنيه استرليني، يعني حوالي قول 37-38 مليون دينار دينار كويتي أو دينار بحريني إلى آخر. 74 مليار استرليني. لا مليار دينار. لا 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 قول 37 مليار دينار. ده الشعب بيدفعه من العمل الخيري. الشعب بيدفعه من العمل الخيري. عدد الأمناء 900 ألف. عدد ساعات التطوع للأمناء 3 مليون ساعة. يعني على الأقل كل أمين بيعمل أربع أو خمس ساعات في وضع. هذا المال اكيد موضوع في البنوك صح؟ دي اغلبه بالنسبه للبنوك. ايوه نعم. فده بيساوي بيمثل اقتصاد اللي انت بتتكلم عنه، اقتصاد انساني. ده بيمثل اقتصاد انساني. لو انت انا ارجع للنقطه بتاعتك بتاعت البنوك يا اخ سليمان، اقول لك ايه؟ لو انت جمعت قدر المال الذي يجمع في دوله ما للعمل الوطني الاجتماعي الخيري والعمل الوطني الدولي الخارجي هتلاقيه بالمليارات. فده جزء من الاقتصاد الانساني بتاعك اللي انت مش قايسه عشان تاثر بيه على القرار السياسي. فلو انت نرجع بقى للنقطه اللي انا قلتها، لاننا ما عندناش مؤسسات بحثيه قويه بتطلع ابحاث، ثينك تانك او اللي هي بيسموها بالعربي المؤسسات الفكريه، العصف الذهني، ومؤسسات مناصره، هم الثلاثه دول اللي هيحموا لك ويقولك والله دوله ما بتطلع كل سنه 2 مليار 3 مليار. بريطانيا بتطلع 7.1%، ده قانون دولي، قانون دولي كل الدول تطلع 7.1% من الميزانيه بتاعتها. ال 7.1% دول بيساووا كام؟ بيساووا حوالي 12 مليار جنيه استرليني. ده الخارج، المواد الخارجيه، ده غير ال 74 مليار. يعني انت بتتكلم في داخل في دوله واحده للدول ممكن يكون حجم العمل الانساني بتاعها سواء كان سياسي او كان اجتماعي اللي هو يعني مدني قرابه 100 مليار جنيه استرليني سنويا. خدت بال حضرتك؟ يمكن مثلا في دوله زي الكويت كان عدد الجمعيات من سنتين ثلاثه خمس او ست جمعيات. ها دلوقتي كام بقى؟ حوالي 28. وفي روايه اخرى 40. زاد 48، اصبح من 5 او 10 من سنتين ثلاثه الى 40. الوزير هنا في 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 دوله الكويت قالت ايه؟ قالت الفساد او الاخطاء قلت. ليه؟ لان في ذلك يتنافس المتنافسون. قالت كذلك، يعني تتكلم تقريبا احنا قرناها، قالت كذلك اللي هو العطاء زاد لان في تنوع في نمو في السوق الانساني. فمثلا ابو محمد ولا ابو علي ولا ابو ام حسنيه الى اخره، انا مش عاجبني الجمعيه بتاعتك بس انا مفروض عليا ان انا اديك، انت الوحيد الموجود. لكن دلوقتي انا عندي 20 جمعيه، عندي 30 جمعيه، عندي 40 جمعيه، لا انا هطلع بقى كلها. شفت بقى؟ لما قلنا ايوه ايوه بدا ينتشر اكثر بسرعة. صح. فمثلا من 10 ل 40 يعني ربع، يعني ايه اربع اضعاف. فلذلك كان الناس بتقول ده الدخل بتاع العمل لا ما قلش، ده زاد.
كذلك ده في بريطانيا عندنا. يعني في بريطانيا معناه ايه؟ الناس يقولك لا ده في حوالي اكتر من 100 جمعية اسلامية دولية اشتغل برا. اسلامية ولا انسانية؟ اسلامية انسانية. اه لا اقصد يعني اسمها صريح انسان. معروفة. يعني انا لو انا افتكرت دلوقتي خمسة منهم، يعني الإغاثة الإسلامية، هيومن أبيل، مسلم إيد، الخير، مسلم هاندز، إسلاميك هيلب، بيني أبيل، أم والفير تراست، منتدى إيد، دول التسعة دول لوحدهم هيعدوا 150 مليون سنويا. ويدفع في المؤشرات الاقتصادية. وبرك دخل رمضان، يعني انفاق المسلمين في رمضان السنه اللي فاتت فقط في شهر رمضان كان اكثر من 100 مليون جنيه استرليني جست في شهر رمضان، وهم كان تعدادهم اقل من 4 مليون. فلما تنظر ان كل يوم الامر بيزيد، انت لو انت استطعت انك تقيس اثر عملك من الناحيه المجتمعيه، من الناحيه الماديه، من الناحيه الفكريه، من ناحية التربوية، من ناحية كذا كذا كذا، هتستطيع انك تكون القوة اللي بيتكلم عنها اخونا سلام. انت مش قادر تقيسه، وبترجع تقول اصل اللي جاي من برا ده عدو ليا، اصل المجاوة ده كذا. ايوه هو عايز، هو مش عداوة، هو في سوق، في مصلحة. انا مصلحتي ان انا اخذ السوق بتاعك، انت مصلحتك التعافي عن تدافع عن السوق بتاعك، انت مصلحتك انك تقف وتبني السوق بتاعك، انت مصلحتك انك تنفسني داخل السوق بتاعك وخارج السوق بتاعك، لكن انت بتعملش كده، فانا بغزوك وبمحيك. مش بمحيك لان انا وحش، بمحيك لان انا عندي نظرية وعندي عندي استراتيجية وعندي 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 الى اخر. فجزاكم الله، تفضل. حلوة الماتع دي، ما سمعتهاش انا قبل كده. الممتع يا اخي، بقول كلمة نعرفها احنا. تقويد يقود. انا خلي بالك اللغه العربيه بتاعتي تبع القانون هينوي، عارف هينوي ابن خالد سيبوي، وعندي قاموس اسمه هاني بير، اخو شكسبير. ايوه جزاكم الله خير، وكمان فهمها الاصلي. معلق عليها نسخة المستعمر الوحيد هو المسلم. أيوه. اني جعلوا جزاكم الله خير. انا المستعمر، انا كتبتين الاحتلال. بس واحد جديد بقى، واحد جديد واستعمركم، يعني انتم استعمركم. بس احنا فهمناها خطا ان هو الاحتلال. عمران الجديد كتاب ابن خلدون، عمران القران دول استعمار. تفضل تفضل تفضل. محور رئيسي لدار حواليه العمل في كلمة الاقتصاد الإنساني أو المحاضرة كان هو رفع الوعي. رفع الوعي. كان هو ده قضيتنا الرئيسية اللي اتكلمنا حواليها، سواء كان رفع الوعي مع طفل أعلمه، كان رفع الوعي مع أم أرشدها، مع جمعية أعمل معاها، مع مجتمع او دولي او مجتمع داخلي، حتى قضيه مراقبه مجتمعيه والتحالفات ما هي الا مناخات من الحريه ورفع الوعي العام. نعم. تمام. نعم. فكلها تصب في قضيه رفع الوعي. نعم. لازم رفع الوعي قضيه كلمه يعني صغيره لكنها واسعه. نعم. جدا يعني. نعم. اتساعها كبير جدا. نعم. لكن احنا كواجب عملي او احنا مؤسسات عامله داخل العمل الخيري، ايه اللي اقوله رفع الوعي؟ انا بقول لنفسي وقلت الكلام ده للاداره اللي عندي من سنه، انا مش هاخد تاني يا اخوانا سلال غذاء، سلال غذائيه مش هقدر اسوقها. نعم. لانها لا على الارض ضيعه. نعم. دور دوره تجاريه وانا عارفها وانت عارف. نعم. ممكن ما تخرجش من الكونتينر اللي هي فيه وتتباع. وده اللي حصل في سوريا دلوقتي، بقول للناس ده اللي حصل في سوريا دلوقتي من 3 سنين. ده اللي حاصل. افطارات رمضان انا كنت بزور احد الزملاء، طلعني ملف عنده كده فيه ما يزيد عن يعني ما اقدرش اقول اكثر من 2000 وثيقه لكل مساجد تم عمل افطار رمضان فيها يومي، يعني 30 يوم
قيمة الواجبات اللي بتنفق قد إيه، تمام؟ مع إن أنا في ناس تستحق وصول الإفطار بيها، لكن هذه الصور لابد أن تتغير. هناك رفع الوعي الداخلي، أما أقدم مشروع لجهة أكون حريص على اقتصاد الجهات واقتصاد المانحين، وعلى الأرض أضع المال في مستحقه. صح. تمام؟ ده جزء من رفع الوعي، أنا لازم أخرج واجب عملي محافظ أنا قعدت فيها اليوم. نعم. فأنا كجهة خيرية لابد أن أعمل على رفع الوعي كمان عند المانح. ايوه. لما اروح اعرض مشروع لواحد لابد ان اعرض مشروع بجهه امينه، وابين له الايجابيات والسلبيات، وابين له الدرهم والدرهم والدرهم هيروح فين وهيجي منين. قسم اعداد المشروعات ده قسم مهم لابد ان يكون معايا في رفع الوعي، مش ان هو اليه لجمع واستقطاب المال من المتبرعين. تمام. تنفيذ على الارض نفسه لابد ان يكون في اليه لقضيه رفع الوعي. احنا واحنا بنحط رجلينا على الارض في اي مكان بنروح فيه لابد الناس تفهم هناك جانب انساني وخيري وتوعوي وفيه علم عشان يكون الاعمار بمجراه، لان هو ده الواجب. طيب. ده جزء من العمل اللي ارى ان هو طبعا نرجع 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 للسجال اللي حصل ما بين الدكتور عمر والاستاذ سليمان، فإن العمل الجمعيات ما هوش تقليدي لأنه بيتطور شوية، قد يكون إحنا طموحنا إنه يتطور أسرع. صحيح. لعدد المشاكل اللي حصلة في العالم وزيادة عدد المهاجرين على التعريف أو النازحين واللاجئين على التعريف الآخر والمهملين إلى آخره. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء نجد إن أنا وحديك التجربة بتاعتي من 35 سنة احنا بدأنا أكل شرب، بعدين خرجنا من أكل شرب اتكلم اتواصل واعمل حوارات مع الجمعيات الأخرى، وده اللي حمى هذه المؤسسة في 11 سبتمبر. ليه؟ لأن انت فتحت بابك وقلت لهم هلموا علينا أيها القوم قبل أن يحدث 11 سبتمبر بعشر سنين، فالناس عرفوك. في مؤسسات كبيرة كانت أكبر مننا وأموالها أكبر مننا، عم سيبك منهم، اتقصوا. ليه؟ لأن ما يعرفكش، ما عادتش معاه، ما كلمتوش، ما زاركش، ما زرتوش، ما دخلتش في مجتمع. يمكن الكلام اللي كان بيتكلم علينا أخونا سليمان، ما دخلتش في محافل دولية تتكلم وشوفك أنت مين واسمعوا إيه خطابك، هل خطابك ده إنساني أم سياسي أم عسكري أم ديدي أم ديني إلى آخره إلى آخره. فلما شافوك قالوا لا سيبوهم، دول إيه؟ دول تبعنا. فده اللي هو بناء التحالفات وبناء الجسور والشراكات، وده جزء من رفع الوعي. رفع الوعي بدورك أنت. يعني اسم المؤسسة كان اسمها إسلامية من 84، صح؟ حرب دروس. لابد إن الناس تتعود أنها تتعامل مع اسم إسلامي متخصص في جامعة. نجحت. قد يكون المناخ دلوقتي يعني بكلمة إسلامي تساوي عقبة، لأن أصبح المناخ مسمم. فلابد نتعايش مع الظروف المحيطة بنا. يعني دلوقتي في حاجة اسمها تكنولوجيا زي ما الدكتور سليمان كان بيتكلم، حاجة اسمها في بيتكوين، حاجة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فأنا ما عايش في معزل. فالمجتمع بعد ما اتكلمنا عن العمل التقليدي اللي هو الإغاثي دخلنا في العمل التنموي، وبقى بنتكلم دلوقتي في الأبحاث، بنتكلم دلوقتي في التدريب، وبنتكلم دلوقتي في رفع الوعي اللي بتتكلم عليه حضرتك عشان نعلم الناس رفع الوعي. جزء من رفع الوعي برضه كلمه في الكلام حضرتك بعدين حضرتك ان انا استكتب كتاب عالميين ايضا. ممكن 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 حضرتك بتتكلم عن برنامج رفع الوعي. نعم. انا هعمل نشر واعمل كتابه واعمل ميديا. الجزء الكاميرا اللي حضرتك بتعملها مثلا، حضرتك بتعملها مثلا اكثر من 3 سنوات. هذا جزء من رفع الوعي سواء للعاملين او متابعينا حضرتك. صح. او الناس اللي شافوا حضرتك مره قالت انا تابعت، وده جزء من رفع الوعي. ايوه. فعلى كل كل المؤسسات مش في اوروبا بس، ايطاليا واخواننا في كندا واخواننا في امريكا واخواننا في امريكا اللاتينيه وفي استراليا، تمام؟ لان هم هناك برضو احنا عارفين. فما ننظر ننظر رفع الوعي ده، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة ينحت في صخر مخ القرشيين. صحيح. في صخر مخ القرشيين اللي هم أعمامه وعماته وجيرانه وجاراته. صح؟ صحيح. وبعدين بعد كده لما آمن معه
مجموعة نخبة صغيرة أقل من 100 هاجر بهم إلى المدينة وأسس منظومة جديدة إلى المؤسسة الجديدة اللي أصبحت تحافظ على الفكر اللي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والعقيدة اللي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الجديد اللي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحول هذا الدين إلى منظومة مجتمعية تستطيع أن تقود هذا المجتمع اللي بعد كده جاء أصحابه اللي ناموا على الفكر ده وعلى هذه الثقافة وهذه العقيدة وأسسوا الدولة الكبيرة وخاصة في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفضل يا أستاذ سليمان. بالنسبة لتطوير ورفع الوعي أنا لو تلاحظ متعمدا أرسلت التقرير هذا بالواتساب وسكر عن البلمة وسكر عطى البلمة ناس متخصصة معينة أنتم أعطوني رأيكم أنا كان بعد فاكس أو إيميل بس قلت لا أنا ليش ما عندي الجهاز هذا وأنا عارف إنه راح يتهكر علي وعارف إنه مراقب خلي راقبني شوفه نعم جزاكم الله خير وبعدها فأنا استغليت عن طريق الوعي الواتساب التواصل الاجتماعي في نشر فكرة اتصال الإنسان نعم وخلي بالك هو عايزني أنا ففي النقطة دي بالذات أنت ليس لك عذر ان يكون عندك فكرة وتقول انا ما عنديش امكانيات لا عندك التليفون بتاعك هو. ما تحط ان شاء الله يشوفك 5 او 10 او 50 او 100 قد تأتي دولة من الدول تقول لك مش عايزك تزورنا طب ما هو بروح لهم انا هنا بالفيسبوك وبالتويتر فاستعمل التكنولوجيا اللي هي ببلاش او رخيصة دي علشان ترفع بها الوعي سواء كان تويتر سواء كان واتساب سواء كان انستغرام سواء كان فيسبوك سواء ما عندناش فلوس لكن عندنا السلك اهو شايفه تكلف 5 جنيه ولا 10 جنيه والتليفونات اللي انا بتكلم فيها اقلبها تبقى كاميرا اقلبها تبقى سينما اقلبها تبقى ايه تلفزيون صح وترفع الوعي زي ما انت عايز فما فيش شاب من الشباب ها يعتبر ان هو عنده عذر انه ما يرفعش الوعي يقول لك ما عنديش امكانيات لا عندك امكانيات وانا كل واحد بقابله او كل واحد بقابلها متخصصه في شيء او متخصص فيه بقول له شوف حول اللي عندك ده اخرج من المعترك السياسي اللي بيقسم الناس وحوله الى معترك اجتماعي ترفع بيه وعي الناس سواء كان في الطب في الهندسه في اللغات في التاريخ في اي حاجه لان الشباب دلوقتي تايه تعرف تايه ليه لان ما عندوش هويه مش عارف مين الصح ومين الغلط كنت انا بتكلم زي ما انت كنت حتى امبارح مع امام من ائمه المرموقين في نيوجيرسي ونيويورك امبارح بتكلم معاه فتطرقنا الكلمة لدور المرأة في العمل الإنساني مش موجود تحكش عليا طلعين فتاوي تقول لا طب فين الفتاوي اللي هتقول بشروط حط الشروط بتاعتك بس قول لماذا لأن لو كنا نتكلم عن نازحين أو لاجئين أو مهاجرين 70% منهم نساء وأطفال وانا بقول لك وقلتها كذا مره قبل كده دخولي على امراه باطفالها وحدي بيجعل الشيطان يجعل عين تدور في داخل هذه الخيمه او داخل هذه الغرفه وانا بقول لك انا شخصيا وحصل فساد في دول كثيره جدا من عمال العمل الانساني اللي كانوا بيخشوا لوحدهم فلذلك دور المراه دور محوري واساسي ومش هقول لك يعني وزي فرض عين انت بقى من الناحيه الفقهيه شرع ما عنديش مشكله نقعد مع بعض اعلمك يعني ايه عمل انساني وانت تعلمني ايه يعني ايه عمل عن شرعي انا مش هابرز او مش هدي فتوى شرعيه لان ده مش تخصصي لكن في العمل الانساني الاجتماعي تعالى انا لها وانت في الشرع له نقعد مع بعض نتكلم ليه لان بقول لك انا شخصيا وقلت لهم امبارح من كام يوم في 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 في, في الدوحه وانا هناك قلت لهم تدخل مع نساء شكلهم حلو ومكسورين والشيطان موجود هنيل ايه الشيطان هيعملها هيسيبني اذا كنت من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وبعدين يحطك في بقه ويتفك في النار لا احتنكناهم مش كده برضك احتنكناهم يعني كده فمرتع للفساد خاصه لو انت ما اشركتش المراه في هذا الجانب وده احنا كلنا مقصرين فيه كمؤسسات يعني ان لم يكن كلنا فنقول غالبيتنا عشان ما نزعلش بعض الناس يقول لك انا حاطه واحده كده عشان اطلع بيها في الصوره لا اداريه اطلع بيها في الصوره ولا اداريه ولا حاجه
تعالي يا ام هو كذا اقعدي معانا عشان هناخد صوره للمانحين. الرئيسه لمده سنوات طويله دكتوره والمقابل اكنا مشكله على نفسهم. يو اي كندا مؤسسه كانت الرئيسه اخت يعني وعملت شغل كويس جدا. فالانجح فترات اسنا كانت في امريكا كانت مع الاخت دي يعني. عارفها اسمها انجل بيرت او حاجه ده كده من اصل سويدي. لا اصل سويدي اصل اوروبي سويدي. في اي سؤال تاني يا شباب قبل ما نمشي؟ اتفضل علي صوتك بس عشان الناس يسمعوك في الصين. حضرتك بالنسبه لو حبينا في نهايه الجلسه ما هي عناصر الاقتصاد الانساني؟ عناصر ارجع اقولها مره ثانيه. اول حاجه الهدف احنا اتفقنا عليه هو الطفل او الاسره صح؟ دي نمره واحد. دي مش عنصر. العناصر التعليم، العناصر بناء السوق الشعبي المحلي، الاهتمام به عشان الدفاع عن الاقتصاد الوطني وجلب فرص عمل للأهالي نفسهم. العنصر الثالث حرية التنقل ما بين المدن والقرى إلى آخره، لأن أنت في النهاية اقتصادك لو أنت شغال على سوق حتى كيلو في 2 كيلو، طب ما بعد كده المستهلك هيكون العرض أكتر من الطلب، يبقى حرية التنقل دي. الامر الرابع اللي احنا عمليه رفع الوعي اللي كنا بنتكلم عنها تكون عمليه مستمره، مش عمليه مثلا في قص الشريط وخلاص. والنقطه الخامسه اللي هو الاهتمام بالمجتمع المدني والسماح للمجتمع المدني بالعمل وبناء مؤسسات مجتمع مدني قويه ومستقله عن القطاع الحكومي. الخمسه دول والتعليم بكل انواع التعليم، بس التعليم والسوق مهمين جدا، وبعدين حريه الحركه، وبعدين الوعي، وبعدين اللي هو نتكلم عليه اللي هو بناء مؤسسات المجتمع المدني. هل يمكن ربط الاقتصاد الانساني بموضوع مايكرو فاينانس؟ كله هو جزء اخونا كتبها في الورقه بتاعته. يعني شوف الاقراض والاقراض ده والهبات والعطايا هي جزء. انا نسيت اقول حاجه، لا انا نسيت اقول حاجه في دول في الخمس. السداسيه السادسه هي الوقف. الوقف هو السؤال اللي بعد كده. انا ده اللي انا نسيته وكنت بدور عليه مش كتبته الصبحيه، بس كله من محمود اللي وداني في ابو نكلة. لسه هقول اين الوقف من هذا الحديث. لا انا كبه والله، كبه الصبحيه، لان الوقف الحين يعني حتى الجهات اللي احنا بنتعامل معاها بدانا نعلمها يعني لازم تاهل نفسك للوقف. انت هتستقبل، انت هتعتمد على نفسك واعتمادك على نفسك بالوقت. احنا بقى نرجع في ايه بقى هنا في حتى المؤسسات يا اخواننا وحتى المتبرع. في حتتين اللي هقولهم قبل ما نختم. الحته الاولى وانا بقولها دايما في كل مكان وبرددها، حط بس عليها حبه سكر عشان انا ايه بعد الفول والطعميه دول، يعني احنا فطرنا النهارده فول وطعميه يعني، واللي كانت لنا فله وبرك. فأنا بقولها في كل حتة عشان الناس إيه، وده جزء من رفع الوعي. مال الإغاثة اللي بيجيلي أثناء الحروب لابد أن أستقطع منه ما لا يقل عن 25-30% لبناء مجتمع وبناء قدرات والمحافظة على البنية التحتية لهذا المجتمع الهش اللي بتحققه اللي بتواجهه الحروب والنزوح واللجوء او الهجرة. لابد. وهنا نستقرئ الفقهاء. انا وظيفتي كعامل في المجتمع او عامل انساني ان ابني مجتمع، مش اطعم جائع فقط. احنا بننام على اطعام الجائع وبننسى ان احنا ما بناش مجتمع يحافظ على بناء المواطن نفسه وتحويل الجائع الى منتج. فدي نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أن أقول لكل متبرع، كلنا كمؤسسات بنسمع بعضنا البعض، أن أنا هاخد من التبرع بتاعك العام أو الخاص نسبة محددة لبناء وقف من أول يوم. تكون هذه النسبة 1%، 2%، 3%، زي ما أنت عايز، من أي حملة إغاثية أو أي مشروع أنا بعمله. وأثقف المانح أن 1-2-3% الوقفية دول بعد 30 سنة هيبقى زي جامعة هارفارد اللي وقفها هتعدى ال 40 مليار.
أو جامعة أكسفورد وكامبريدج لهم 5 أو 6 مليار جنيه استرليني. بنتكلم عن دي جامعات أسست وقفها مش النهاردة، لما الأزهر كان ليه أوقاف بمئات الآلاف من أفدنا، وكل شعب عمل أوقاف. مفروض في الأوقاف دي يبقى فيه نوعين من الوقف، وقف مدني يجعل المانح المدني المواطن يتمتع بصفة البناء الوقفي والإنفاق على المجتمع من مال الأسرة ويديره، ووقف يتبع الحكومة. أنا عايز أحقق ذاتيتي في الوقف اللي أبويا سابهولي، تمنعني ليه؟ تجيب لي موظف حكومة يكون فاسد أو موظف حكومة يكون مغلق، ومع ذلك أنا بقولك حط أي قانون عشان يراقبني وأي قانون عشان يتابعني. ممكن حتى في الوقف الأهل تقفله لو أنا فسدت في صرف أموال أبي وأمي وجدي وجدتي، وده اللي الأتراك عاملينه. عندها نوعين من الأوقاف، الوقف المدني الأهلي والوقف اللي بتابعه الحكومة، وده كان موجود في كل الدول فيما مضى. أخبرك فأنا بس مش فما ننزل لحاجة زي كده. الوقف محوري، وده جزء من الجامعة التانية، إيه للوعي. الوعي بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا عايز أحط الوقف كمنظومة. يعني واحنا بنزور العراق من اسبوعين ثلاثه، زرنا مسجد الامام المعظم رحمه الله عليه ورضي الله عنه، الامام ابو حنيفه النعمان. فقعدنا مع مجلس كبار العلماء، احنا بنعمل وقفيه علشان الائمه وعلشان الطلبه وعشان 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 وعشان. في انفراجه في البلد دلوقتي، في شيء من الامن اكتر في هذه المنطقه، اعمل وقف. وهكذا لن يستقر حال المجتمع بدون حاجتين: بناء مؤسسات مجتمع مدني، وبناء الوقفيات اللي تجعل من كل مواطن ثري معطاء قادر على انه يترك شيء للمجتمع. الوقف ده معنى ايه؟ ان انا اما حموت هترك لك الارض دي، اما حموت هترك لك العمارة دي، اما حموت هترك لك الشقة دي، اما حموت هترك لك الايه المصنع ده، الشركة دي، الى اخره الى اخره. فيحصل تواصل الأجيال أو تواصل بناء المجتمع داخل الأجيال من خلال الوقفيات اللي أنا أبويا تركها لي أو جدي تركها لي أو خالي أو عمتي أو جاري تركها. فأنا آسف بس أنا ما حطتهاش في النص، لكن جزاكم الله خير. هذا آخر سؤال. عندي شكلتين صغار. لماذا لم تعتبر الزكاة من ضمن الاقتصاد الإنساني؟ النقطة الثانية، علموني المصريين علموك أول وسيلة مش آخر وسيلة. الخوف إلا الخوف أن الغرب يلتقط هذه الفكرة ويكتب عنها ويستغلها ويصيغها بتعريفاته ومصطلحاته قبلنا. فلذلك أنا أرجو منكم الكتابة الآن مع المتخصصين عن الاقتصاد الإنساني ونشر هذه الفكرة على الناس. وأنا أفضل أن نقوم باختيار نخبة من الاقتصاديين يكتبون كتاب عن الاقتصاد الإنساني. أول حيلاقوا نقد، حيلاقوا هجوم في أخطاء في، بس على الأقل وضعنا كتاب أول. طيب يبقى آخر نقطة يا إخواننا، الفكرة جميلة لابد حد يؤطر لها، ده غبارة عليها دي نمرة واحد. النقطة الأولانية كانت إيه؟ الزكاة. الزكاة ممكن تكون جزء من الاقتصاد الإنساني، بس لابد تصرف في الحول بتاعه، ده لازم نستفيد فيها من الايه، من العلماء الشرعيين، ونقول لهم يعني ايه فكره اقتصاد انساني، يعني ايه فكره ان نبني سوق، ان نعلم، ان كذا كذا. يعني في بعض الفقهاء او بعض ما يدعوا الفقه يقول لك لا ما ينفعش دي، والبعض الاخر بيقول لك اختلفوا يعني في بعض المناحي لصرف اموال الزكاه. فالزكاه مهمه، الوقف مهم، الكتابه مهمه، التأطير مهم، النقاش مهم، الإخراج الأكاديمي البحثي مهم. جزاكم الله خير جميعا، ونشكركم جميعا، الأستاذ مصطفى والأستاذ محمد والأستاذ محمد والأستاذ محمود والأستاذ عمر والأستاذ سليمان صاحب الفكرة، وحضرتك هشام، الأستاذ مشمش هنقابلك في رمضان أنت وبره فردوس، ومعاه محمد الثاني ومحمد الثالث ومحمد الرابع ومحمد الخامس، وجزاكم الله خير. و ان شاء الله ان شاء الله في صوره مع الاستاذ مع سالم، طبعا ممكن مجموعه، ممكن بعدين اخذ صوره من الفيديوهات.
أبعتها لك أنا. أبعتها لك.